متى تكون النميمة جائزة؟ لا تجوز النميمة في حال من الأحوال، إنما الغيبة، الغيبة تجوز على وجه الشكاية وعلى وجه طلب الحق من المظلوم، يتشكي ويغتاب الظالم ويقول فعل كذا وفعل بي كذا، أكل مالي، سرق مالي إلى آخره، من باب الشكاية لأجل إنصافه من الظالم، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: فالغيبة تجوز في بعض الأحوال إذا كان القصد منها شكاية الظالم للوصول إلى الحق، وأما النميمة فلا تباح بوجه من الوجوه. نعم. متى تكون النميمة جائزة؟ لا تجوز النميمة في حال من الأحوال، إنما الغيبة، الغيبة تجوز على وجه الشكاية وعلى وجه طلب الحق من المظلوم، يتشكي ويغتاب الظالم ويقول فعل كذا وفعل بي كذا، أكل مالي، سرق مالي إلى آخره، من باب الشكاية لأجل إنصافه من الظالم، لا بأس. نعم.